اوكي، هسه الشاشة واضحة يمكن؟ واضحة الصورة؟ واضحة دكتور. تمام، نبدي ان شاء الله. موضوعنا اليوم ان شاء الله راح يكون عن مثل ما قلنا عن البيدياتريك. الموضوع الاول اللي هو الكوليك، بس اريد يعني شوية تفاعل، ما اريد هكا، اريد يعني من اشرح معاي انتم سؤال وجواب، يعني اسلوب المحاضرة انا احب اسلوب النقاش يعني، فعادي يعني تجاوبون صح خطأ ما مهم، المهم انه يعني مجرد نحن عن نتناقش ونتعلم. الكوليك اشنو هو؟ يعني ايش معنى كوليك؟ عندكم فكرة؟ المغص نعم، المغص اللي يصير عند الاطفال بهاي الاعمار، يعني الطفل اول ما يولد بعمره بداية اول كم اسبوع لحد ما يعني لحد عمره 3 إلى 4 أشهر. سبب هذا الكوليك هو او ايش هو يظهر؟ يظهر الطفل مجرد انه يصير عنده بكاء، يعني الطفل هو سليم ما بينه اي مشكلة او غير مرض او مثلا حمى او شيء، هو سليم، تغذيته عادي، عياكل، ما عنده مشكلة، لكن يوميا تجينه هالشكل نوبات متكررة من البكاء، وتكون يعني بنفس الوقت يوميا at يعني evening او afternoon، من يصيغ الساعة 6 تقريبا او المغرب يبدأ الطفل يبكي نوبات بكاء مستمرة، حتى يسموها rhythmic يعني crying، يعني هالشكل يبكي شوية بعدين يتعب ينام الطفل بعدين. فهاي اشنو سببها؟ ليش الطفل عاد تصير عنده هذه الحالة؟ السبب الكوليك هذا هو unknown، لحد الآن ما معروف السبب. إذا نيجي نعطي definition لهذا الكوليك، ما أكو عندنا همين تعريف ثابت للكوليك، لكن أكو عندنا كرايتيريا إذا يعني انطبقت عليها فمعناها أنه الطفل سبب البكاء عنده هو الكوليك. الديفينيشن هو موجود عندكم آخر سطر، crying for at least 3 hours a day on at least 3 days a week and for at least 3 weeks. سموها الرول اوف 3، يعني الطفل البكاء راح يصير عنده يعني ما انه يبكي شويه نقول هذا كوليك، لا، اقل شيء 3 ساعات باليوم، تتكرر تقريبا اقل شيء 3 ايام بالاسبوع و3 اسابيع بالشهر. فاذا تكررت هذه الحاله نوبات متكرره من البكاء عند الطفل فهذه اسميها الكوليك. مثل ما قلنا ما بها يعني سبب معروف. هل هي هارمفول هذا البكاء او الكوليك او شيء؟ هو ما فد شيء يعني خطير بالنسبه للطفل او يهدد صحته او شيء، لكن هو مزعج وستريسفول سواء للطفل او للاهل ماله، لان طفل يوميا عيبكي يوميا عيبكي فشويه راح تكون مزعجه. قلنا بايمتى يبدا بالاسابيع الاولى من بدايه يعني الطفل اللي هو نيونيت اول ما يجي للدني، ينتهي الى حد عمر تقريبا 3 إلى 4 أشهر. فهذه شكل مقدمة بسيطة عن الكوليك. واضحة؟ لحد هوني أكو شيء ما واضح؟ أكو سؤال؟ لا دكتورة واضحة. واضحة، أوكي. أي شيء إذا ما تفتهمونه يعني ما أريد أعبر على شيء إذا بعد ما فهمتونه، أريد شوية معاي يعني تفاعل. زين، هسه السيمتومز، إيش نعرف إنه هذا الكوليك أو هذا البكاء سببه هذا الكوليك اللي حكينا عليه؟ راح تجي المذر، طبعا انت كهوني دورك ككوميونتي فارماسيست، انت بالصيدليه ايمتي يعني ليش قلنا هاي المواضيع مهمه؟ شلون راح تعرف انه راح تجيك مثلا المذر او الفاذر ويقول لك انا ابني هالشكل عنده، ايش انطينه علاج؟ شلون راح تتصرف؟ شلون تعرف انه هذا البكاء اللي عنده هو من كوليك ما مثلا من غير مرض؟ هل انا انطي علاج ولا لا احوله طبيب؟ ايمتي انطي علاج؟ ايمتي ما انطي؟ طيب اشنو العلاج اللي ممكن انا انطينه ككوميونتي فارماسيست واكو ادويه لا انا ما اقدر انطيها؟ فهي كل الاسئله اللي نحن يعني راح نجاوب ان شاء الله بهذا المختبر. بالبدايه انا ايش اعرف انه هذا الطفل عنده كوليك؟ راح تجي المذر توصف هذا الكراينك مال الطفل، راح تقول لي انه الطفل يبكي يوميا مثل ما قلنا بهاي الفتره ليت افترنون اند ايفنينج، هو يصيغ دني مغب، تقول لك الطفل يبدي بالبكاء. وأشبينه بعد عنده غير أعراض؟ ما عنده غير أعراض، لكن تحس أنه هو cannot be comforted، يعني الطفل مجرد تحس أنه هو ما مرتاح. طبعاً طفل بهالعمر ما يتقي يعبر، فالتعبير ماله بالبكاء، فراح تحس أنه الطفل ما مرتاح يبكي و becomes red in the face، يعني يبدي شكل يحمر وتشو من البكاء، and may draw the knees up، وهالشكل يخلص يعني يدفع رجلينه الركبتين باتجاه البطن. فهاي تقريباً يعني الأعراض الموجودة عندنا، مجرد انه الطفل عيبكي يوميا هالشكل بوقت متاخر بالافترنون اند ايفنينج وما مرتاح وريد ان فيس اند مي درو ذا نيز اب. زين، هل انه كل حالات كل ما يبكي الطفل هاي معناها كوليك؟ لا طبعا،
اكو غير حالات وغير امراض هسه هم راح نجي عليها. اذا نحن من المهم انه نعرف انه not يعني الكوليك هو not the only cause of crying and discomfort. يعني ممكن الطفل بكاءه او يكون ما مرتاح لغير اسباب، يعني ببساطة ممكن الطفل يكون جوعان مثلا، فهون الطفل بهالعمر ما يحكي فاكيد بالبكاء يعبر. ممكن يكون مثلا ديسكومفورت نتيجة يعني يحتاج ان يتبدلوا المظهر، مثل ما احنا نجي بعد شوية بالنابكن راش كان صار عنده تحسس مثلا، فهي ايضا تسبب له عدم راحة وبكاء. ممكن مرات الطفل ما يرتاح، يعني مرات يلبسونه اكثر، يعني يلبسونه كثير فيحس شكل بالحرارة، فاذا هو ما كل بكاء هو سببه الكوليك. لكن ولهذا نحن يعني مرات اذا ما عرفنا السبب وما كانت واضحة، فلهذا ممكن ان يعني ريفير بهاي الحالة نعمل يعني الطبيب، يعني الطفل لازم يشوفه طبيب. should be advised consult the general practitioner، خصوصا اذا كان البكاء كلش قوي، لان اكو حالات يعني مرات يصير اكو التواء بالامعاء او فد مشكلة اكبر يعني. لكن نحن كصيادلة الشيء اللي نعالجه هي الحالات البسيطة اللي فقط يعني مثل ما قلنا هالشكل بكاء مبين متكرر، الطفل ما عنده أي أعراض أخرى، هذه بس اللي نعالجها. واضحة؟ أعتقد واضحة ما بيها شيء. واضح دكتورة. أوكي. بس أنا أظل أسألكم حتى يعني على أخاف لا ينقطع النت، شفا يعني حتى نبقى على تواصل. condition to eliminate هاي إيش معناتها؟ معناتها الحالات أكو حالات تتشابه مع الكوليك نفس الأعراض بس هي ما كوليك. ليش قلنا إحنا لازم نميز بيناتهم؟ بعض الحالات هي like colic seem like colic، تبدو وكأنها كوليك لكن هي لا هي غير حالة. فهوني الطفل نفس الأعراض المشتركة أنه أيضا عيبكي وأيضا irritable. مثل إيش؟ أولا الانفكشن، يعني ممكن الطفل يكون عنده infection. لاحظوا أنه الكوليك and acute infection of the ear or can present with identical symptoms، نفس الأعراض اللي تظهر على الطفل إذا كان عنده كوليك أو كان عنده infection. infection بال urinary tract يعني UTI، طفل ممكن يكون عنده هو التهاب مجاري أو عنده التهاب بالإذن الوسطى مثلا، التهاب بالإذن، فنفس الشيء. نفس البكاء راح يصير عنده وعدم الشعور بالراحة. زين إيش أميزه أنا بهاي الحالة؟ هو نفس البكاء، قلنا الطفل عيبكي وديسكومفورت، إيش أميز بكاءه هذا من كوليك ولا من infection؟ أحد يعرف؟ أحد عنده فكرة؟ دكتورة إذا كان infection معناته المفروض الطفل يحم، ما المفروض؟ very good بالضبط. بالإنفكشن أكو عندنا systematic يعني symptoms، يعني أكو ما بس هو مجرد بكاء وإنما أكو أعراض واضحة، واللي أهم شيء بيها هو الفيفر. فمن أشعة الطفل يعني من يجي مثلا مثل ما قلنا يجوك على الصيدلية يقول لك الطفل عيبكي وعنده حرارة، فهوني لا، هوني أتوقع infection، هوني refer، أنا ما أعالج. ليش؟ لأن الطفل هوني بهالحالة راح يحتاج antibiotic، ونحن كصيادله ما يصير نعطي انتي بايتيك بدون وصفه. فمن تجيكم بالامتحان كيس انه الطفل هالشكل اعراض وعنده فيفر، هوني ما هوني ريفير، يعني انت من هسه يعني بالكيسات اما تعالجون طبعا علاج يشمل الدواء مع الدوز مع الادفايس اللي تقدموها، او الحل الكيس يكون ريفير، يعني يعني هذه الحاله نبعثها لطبيب، احنا ما كل الحالات نعالجها. فهذا اول شيء. اثنين عندنا الاسيد ريفلكس اور ستومك بروبلمز، ممكن يسموها الجيرد، اتصور كن اختمها الجاسترو اسوفيجاس ريفلكس ديسيز يسموها، او ستومك بروبلم. يعني الطفل ايش يصير عنده؟ يعني اكو هي سببها رخاوه يصير بالصمام العلوي، فيصير يعني يرجع يعني يغضع، يرجع كله اللي غضعه يزته. فهاي همين يصير عنده كوليك وهمين الطفل يكون ما مرتاح. هذه اشون اميزه عن الكوليك؟ هذه مميزه بان الطفل يصير عنده ريجرجيتيشن او يا فوميتينج، يعني تقريبا اكثر من 5 مرات باليوم، يعني هو ما بس بكاء ووجع وانما ايضا معها فوميتينج. الطفل اش ياخذ اش يضع يزته. والشيء الثاني الطفل اشوفه يعني على المدى الطويل انه هو نوت جين ويت، الطفل ما يزيد. انتم بتعرفون الطفل بهالاعمار كل فتره يعني لازم عنده تلقيح ومراجعه بمركز صحي او عند الطبيب يوزنه يشيكه، فيشع انه الطفل ما يزيد وزنه. وايضا يعني يرفض انه يعني ما يريد يرضع، طفل يرفض الرضاعه لان يعني تسبب له الم. فهذه اميزه عن الكوليك، بينما الكوليك لا، يعني الطفل من تسال المضر هو يرضع عادي ما عنده مشكله، ما يصير عنده فوميتينج، وزنه طبيعي، بس مجرد هذا الوجع او المغص. فهاي النقطه الثانيه. النقطه الثالثه اللي هي الانتوليرانس تو كاوس ميلك بروتين،
اكو بعض الحالات بعض الاطفال يصير عندهم حساسيه، يمكن كنت سمعتم بيها، حساسيه من الحليب. هذه الحاله تصيغ، يعني مرات الطفل يعني هو عادي كان عم ياخذ حليب، بس لفتره من الفترات صار عنده مثلا جاسترو انتيرايتس، صار عنده التهاب امعاء، بعدها على اثاره صار عنده تحسس من او حساسيه من الحليب. فهذه الحاله ايضا هي تعمل يعني نفس الشيء، هالشكل كوليك، فتبين انه الطفل هوني معاها يكون دياريا، من بس يخضع الطفل يبدي يصير عنده دياريا، وبعدها حتى يصير عنده نابكن راش، يعني نتيجة الدياريا الجلد الطفل يتحسس مكان الدايبر ويصير عنده راش. فهاي أيضا من النقاط اللي يعني لازم نفرق بينه وبين الكوليك. وطبعا بهاي الحالة العلاج ماله أنه يقطع الحليب هذا، يعني حساسية الحليب، يقطع الحليب خصوصا الحليب البقري. فإذا كان الطفل يعني رضاعة طبيعية فهون المذر ما يصير تاخذ يعني أي شيء من منتجات الألبان أو الحليب. فهذه الحالات اللي تتشابه مع الكوليك لكن يعني نفس الأعراض، بس عرفنا شلون نميز بيناتهم. قلنا الانفكشن اليو تي اي أو التهاب الأذن نميزه عن طريق الفيفر، الأسيد ريفلكس أو ستومك بروبلم، وهذه قلنا الطفل راح يصير عنده يعني يرفض الرضاعة، ما يزيد وزنه، وأيضا يصير عنده ريجرجيتيشن أكثر من 5 مرات باليوم. والأخيرة هي الانتوليرانس تو كاوس ميلك بروتين. واضحة هذه؟ أكو سؤال؟ واضحة أذكر بس دكتورة. آخر واحدة، آخر واحدة آخر إيش واحدة. الأعراض مالتها؟ أوكي، آخر واحدة انتوليرانس تو كاوس ميلك بروتين. الطفل راح يصير عنده تحسس من هذا الحليب، فالأعراض مالته أهم شيء دياريا. الطفل مجرد ما ياخذ هذا الحليب، خصوصا اذا كان عم يرضع صناعي، يعني اذا كانت رضاعته صناعيه، فيقومون يحولونه، اللي داوم يمكن منكم صيدليات يعرف اكو حليب طبي اللي هو ما بينه لاكتوز او تحسس لللاكتوز، يعني اللي يعتمد على الصويا او هاك الشيء. المهم الاعراض ماله انه الطفل يصير عنده بعد كل رضعه يصير عنده دياريا، فهاي العلامه مالته. بينما الكوليك العادي لا، نحن يعني ما عندنا دياريا هوني، بهذه الحساسية أو التحسس هذا يصير عنده دياريا. أوكي، بس تقريبا ساعدنا فكرة عن الأعراض الكوليك وشلون نميزه. العلاج، شنو العلاج اللي أنطينه؟ طبعا العلاج اللي ممكن ننطينه كصيادلة وأمين ويناسب كل الأعمار تقريبا هو السايميثيكون. السايميثيكون هو كلش فعال، والشيء المليح بينه انه هو سيف، يعني ما يعمل انتر اكشن، ما يعني يتداخل مع بقيه الادويه. فاوكي انت كصيدلاني ككوميونتي فارماسيست ممكن توصف بعد ما تتاكد انه الحاله بسيطه وهي مجرد كوليك، ممكن تنطي سايميثيكون انفانتايل كوليك، وايضا هو موجود بكثير من البريبريشنز. ايش قد ننطينه؟ هو تقريبا دروب ممكن ينعطي مده 1 ويك، اسبوع. فطبعا بعد ما بعض يعني الاشياء الاخرى، اكو عندنا اذر استراتيجيز هسه راح نحكيها، بعض الادفايس ممكن ان نبدي بيها، واذا ما فادت ممكن ننطي تريتمنت. فاذا ننطي تريتمنت ننطي السايميثيكون، هو فعال اوكي. يعني اذا العلاج الوحيد اللي تنطونه انتم ككوميونتي فارماسيست هو السايميثيكون، هو امين يعني ينعطي ومناسب لكل الاعمار وفعال لمده اسبوع. ايضا عندنا اللاكتيز دروبس، هاي ايضا موجوده القطرات. هذا اشنو هو اللاكتيز؟ من اسمه عباره عن انزيم يكسر الميلك شوجر. انت بتعرفون الشوجر الموجود بالحليب هو اشنو؟ معي طلاب؟ ثنائي اللاكتوز صح؟ اللاكتوز السكر الموجود بالحليب. فهذا اللاكتيز هو عباره عن انزيم يحول، واللاكتوز هو اللي عم يعمل عند الطفل هذا التحسس او هذا الالم اللي عم يصير عنده. فهذا اللاكتيز راح يحول اللاكتوز الى يحوله الى سكريات احاديه بسيطه، هي الجلوكوز والجالكتوز. هذا الفكره مالته. اذا هو اشنو اللاكتيز دروب؟ عباره عن انزيم يعمل بريك داون للميلك شوجر اللي هو اللاكتوز، يحوله الى جلوكوز اند جالكتوز. فالاشخاص اللي عندهم لاكتيز ديفيشنسي، يعني هو اشنو الفكره ماله؟ انه بعض الاشخاص عندهم نقص بهذا الانزيم، فبالتالي اللاكتوز ما راح يتحلل، فيصير عند الطفل هذا تظهر على الطفل على شكل كوليك. فالاشخاص اللي عندهم لاكتيز ديفيشنسي ان ذا جات يصير عندهم ابدومينال كرامبينج وايضا دياريا، هاي اللي قبل شوي حكيناها، يصير عندهم دائما وجع متكرر ومع دياريا افتر كونسيومينج ميلك برودكت. فبالتالي اللاكتيز يفيدنا بهذه الحاله. اذا اللاكتيز دروبس ايش الميكانيزم ماله؟
هو عبارة عن إنزيم يجي يحطم الشوجر الموجود بالميلك اللي هو اللاكتوز، لأن اللاكتوز هو ممكن يسبب الأبدومينال كرامبينج وممكن يعمل دياريا. فبشكل طبيعي هو المفروض هذا اللاكتيز موجود وهو يحوله إلى سكريات بسيطة جلوكوز وجالكتوز. الأشخاص اللي عندهم نقص بهذا الإنزيم راح يصير عندهم أبدومينال كرامبينج ودياريا أفتر كونسيومينج الميلك برودكت، فبالتالي راح يكون اللاكتيز هو الحل لها. إذا نحن كعلاجات عندنا فقط اثنين، عندنا السايميتيكون. السايميتيكون ايش الميكانيزم اوف اكشن ماله؟ هو يعتمد على شلون، على السيرفس تنشن، يقلل الشد السطحي، فالطفل من يكون عنده مثلا غازات يساعد على خروج الغازات من الجسم، فبالتالي يرتاح الطفل. هذه الفكره من السايميتيكون. اذا نحن اما نعطي سايميتيكون مدته هو قطرات موجود مده اسبوع، او ممكن اللاكتيز دروب، هاي اذا كان الطفل مثلا عنده دياريا معاها، فبهاي الحاله ممكن يفيدنا اللاكتيز دروب. هذه العلاجات اللي ممكن تنطوها كصيادلة، أما غير حالة طبعا أكيد أكو غير علاجات، بس نحن كصيادلة هاي بس اللي نوصفها. أكو سؤال لي هوني؟ واضح الشرح؟ واضح دكتورة، ماكو أي سؤال. تمام أوكي. أيضا عندنا بالنسبة للتعقيب على هذا موضوع اللاكتوز والكاو ميلك، for breastfeed infant it may be worth the mother considering the exclusion of cow milk. طيب لو الطفل كان معتمد على الرضاعة الطبيعية وهو عايصير عنده تحسس من هذا الكاو ميلك، فإحنا ما بس الطفل، وإنما ننصح المضر أيضا أنه لما الطفل صار عنده هذا التحسس لازم تبتعد عن الكاو ميلك، ما تشرب هذا الكاو ميلك from her diet، يعني نهائيا تستبعده. ليش؟ لأن يقولون أكو theoretical rationale for this in that breast milk contains intact cow milk protein، لأن هذا نفسه اللي هي المضر عاد تاخذه، بس هو نفسه عاد ينزل للطفل بالحليب وعاد يعمل له هاي المشكلة. فالحل إذا الطفل كان معتمد على الرضاعة الطبيعية، ننصح المضر إنه هاي الفترة اللي الطفل صار عنده تحسس إنه تبتعد عن هذا الكاوز ميلك، ما فقط الكاوز ميلك، حتى منتجات الألبان البقية يعني كلتها تبتعد عنها، يعني ممكن تعتمد على غير شيء بتغذيتها، لأن هذه هي اللي عتأثر على الطفل. لو if there appears to be some improvement, referral to the health visitor for further advice on diet is appropriate. فلو الطفل تحسن مجرد ما المضر قطعت هذا الكاوس ميلك، معناه هو فعلا الطفل عنده حساسية أو تحسس من هذا الحليب، وبهاي الحالة لازم طبيب يشوفه يعني حتى يقرر يعني تغذية سواء الأم أو الطفل. هاي إذا كان الطفل قلنا رضاعته طبيعية، مجرد أنه نحن عم ننصح المضر أنه تبتعد عن هذا الكاو ميلك أو هاي كلتا منتجات الألبان. لأن الطفل لو كان معتمد على الرضاعة الصناعية، بينما الطفل لو كان بطل فيد معتمد على البطل فيد وكانت السيمتوم سيفير أند بيرزيستنت، فهوني تتحول المضر إذا شاء شنو الحليب اللي عاد تستخدم له هو، تتحول إلى أكو نوعيات طبعاً الحليب الأطفال بينه أنواع، أكو هايبو أليرجينيك فورميولا ميلك اللي بينه هذا يعني البروتين اللي موجود الحليب اللي يسبب الحساسيه فموجود يكون بينه، فلاحظوا انه هذا يعني شويه يتحسن الطفل علينه. فاذا كان الطفل معتمد على الرضاعه الصناعيه، هون راح يتبدل نوع الحليب اللي عياخذه. ومع هذا يعني يقول انه اكو limited evidence of effectiveness of soy milk in reducing crying. ما بس هذا، يعني الاطفال اللي عندهم حساسيه من اللاكتوز هذا ايضا يحولوهم اكو حليب صناعي. ما اعرف اذا اكو حد منكم داوم صيدليه غشعيها، يمكن مستحضرات اكو حليب طبي اللي هو ما بينه لاكتوز فري، ما تمام؟ احد غشع منه؟ يسموها لاكتوز فري، يعني هاي عاده بها صويا ما بها لاكتوز، تستخدم بهاي الحالات اللي الطفل بها عنده تحسس من اللاكتوز. ايضا من الاشياء اللي لازم ننتبه عليها بحاله الطفل اللي يعتمد على الرضاعه الصناعيه، انه الهولز ان بطل are the right size، يعني انتبه على يعني المميه اللي عياخذ بيها. مرات اذا الثقوب كانت يعني لازم تكون الثقوب حجمه يعني صحيح، لا كبيره ولا صغيره. لما تكون هذه الهولز الثقوب too small the baby is likely to swallow more air during each feed، يعني لما تكون هذا الثقب صغير فالطفل هوني راح يتعب يمص بس هواء على، وبالتالي راح يصير عنده غازات ويصير عنده كوليك. فهذه بالنسبه لي الرضاعة الصناعية. إذا نحن بالإضافة إلى الأدوية اللي ذكرناها علاج الكوليك
أيضا ممكن نقدم أدفايس، نسأل المضر هل الطفل معتمد على الرضاعة الطبيعية ولا الصناعية؟ إذا الطبيعية راح ننصح المضر إنه تتجنب هذا الهاوس ميلك، إذا كان الصناعية راح يعني نوع حليب اللي هو يكون ما بينه أو ممكن اللي صغيرة مثلا، وأيضا ننتبه على نعم شوي شلون؟ دكتورة، صوتك ما واضح الصوت؟ لا دكتورة واضح هسه شوية يروح. اي هاي من النت يمكن شوية ضعيف. اوكي، تريدون اعيد شيء يعني شيء ما واضح؟ ما سمعتكم؟ لا دكتورة كمني ما مشكلة، بس غلطة أنبهك دكتورة. ايه عادي، انا ليش عاد اسالكم اي شيء اذا الصوت مثلا تعرف هاي النت يعني مرات يروح يجي، فاذا بس الصوت ما واضح شيء نعيده. الصوت مريح دكتورة. تمام، اوكي. اذا نحن هاي اللي حكيناها، هاي الادويه وهاي الادفايس. طبعا اكو يعني اجراءات اخرى هم يعني شافوا انه لها فائده يعني للطفل، يسموها behavioral approach. يعني اكو بعض الدراسات يعني هي انعملت يعني لاحظوا انه الطفل سبب البكاء ماله، ليش نحن الطفل من اول ايام، يعني الطفل هو لا تتصور انه هو طفل صغير او ما يفهم او شيء، من اول ايام ابدي الطفل اعلمه على نظام معين يتعلم الطفل، يعني الرضاعه ماله تكون بوقت، التبديل مالته بوقت، يبدي الطفل ما انه من يعني مجرد انا كل مثلا كل ساعتين اجي انطينه الرضعه ابدله وهذا واخليه الطفل، ماكو داعي انه 24 ساعه شايلينه. مرات الطفل هم وحده من اسباب البكاء يمكن غشعيه، اكيد كلتكم او عندكم اطفال صغار بالبيت او شيء، الطفل تعلم مثلا يتعلم على الشيل من زتونه يبكي الا يعيد احد يشيله. فهذه يعني عملوا دراسات عليها لاحظوا انه الاوفر ستيميوليشن اوف ذا بيبي مايت بي ا كوز اوف كوليك. يعني طفل لما كن عودونه انه خصوصا لما يكون اول طفل والكل مهتم بينه وهذا يشيله وهذا يشيله، فمجرد يغشع نفسه يعني ما شن يعني ولو هو بعمر صغير بس كوسيله لجذب الاهتمام، يعني يقوم يبكي بس يشيلونه ويسكت. فهذه لاحظوا انه الدراسات قالت انه avoiding crying or holding the baby unnecessarily and not intervening too rapidly when the baby cries. يعني الطفل اول شيء انا اذا ماكو داعي، هو انا اعرف انه هو شبعان ونظيف وما يحتاج، ماكو داعي انه اشيله. هاي يعني شغلات behavioral لها علاقه بسلوك الطفل نفسه، او انه يعني حتى اذا بكي ما راسا اجيب، مجرد بكي اجي اشيله، اذا انا طبعا ما انه هو جوعان او يحتاج شيء او يحتاج تبديل لا طبعا، بس اذا هو مبين يعني بس عيبكي هالشكل فما من اول ما يبكي اجي اشيله ولا انه اشيله يعني طول الوقت. فهي شغلات بيهيفرال لاحظ ولو انه هي يعني did not show a significant effect، بس هي موجوده يعني لازم تعرفوها انه هاي شغلات لها علاقه بالبيهيفرال. يعني هو ما كل بكاء هو ممكن الطفل فعلا عنده مشكله او الم او شيء. ايضا البيبي مساج ايضا لاحظوا انه يعني قسم اطفال استفادوا منه، مرات الطفل من يصير عنده كوليك وهي بوبيولر يعني طريقه كل الشائعه من قبل يعني يستخدموها، مثلا الطفل اكو يقولون يخلوا من يبكي وهالشكل يخلونه بماي دافي، يطمسونه بماي دافي يرتاح، او مثلا يعملوا له مساج، فهي تساعد على انه يعني تخرج الغازات مثلا من بطن الطفل او انه يرتاح. فيعني هاي شغلات موجوده يعني كاجراءات اضافيه. اذا نحن الفكره من الموضوع كله الكوليك انه هو عباره عن بكاء يصير عند الاطفال من يولد الطفل الى حد عمر 3 إلى 4 أشهر متكرره يوميا نفس الشيء. يعني انا حتى اميزه مثلا الطفل اللي عنده انفكشن هوني فجائيه صار، ما انه الشيء متكرر كل يوم يصير عنده هذا البكاء. فهوني الطفل مجرد انه هو بكاء ويحس بعدم راحه يبدي وجهه يحماق لنا وشكل يدفع رجلينه باتجاه البطن. ميزنانه عن الحالات اللي تشبهه الانفكشن، قلنا يكون معانه فيفر، هاي للي يعني راح اعيد للي ما دخلوا من بدايه المختبر. ايضا ممكن يتشابه مع الطفل اللي عنده مشاكل بالجاسترو اسفيجال ريفلكس، عنده هذاك يصير معانه فوميتينج ويصير معانه الطفل وزنه ما يزيد او ما يقبل الرضاعه. وكذلك عندنا الانتوليرانس للكاوز ميلك اللي هذا اللي يصير معانه دياريا. كعلاج نحن ممكن ننطي السايميثيكون، هو امين وفعال ينعطي كدروب يعني لمده اسبوع، او ممكن ننطي اكو عندنا اللاكتيز اللي هو الفكره ماله انه راح يحول اللاكتوز الى جالاكتوز وجلوكوز. وايضا يعني لاحظوا انه بعض الحالات استفادت منه،
وإذا كان يعني بعض النصائح أيضا، إذا كان الطفل رضاعة طبيعية المذر تتجنب هذا الكاوس ميلك، وإذا رضاعة صناعية راح نحول له الحليب اللي عايز يستخدمه، بالإضافة إلى هاي الأشياء الأخرى اللي هي المساج والبيهيفير. هذا بالنسبة لموضوع الكوليك. أكو أي سؤال، أي نقطة ما واضحة؟ دكتور العفو، السايمسكون هو ما دي فوميك ايجنت بس؟ سايميثيكون؟ لا، هو تعرف صار الفكرة ماله شنو؟ الفكرة ماله إنه الطفل يصير يعني سبب البكاء يصير عنده غازات، فهو إيش يعمل؟ هاي البابلز اللي هي الأير بابلز يخليها تتحد فتصير بيج ان سايز وايزي تو باس، يعني يسهل خروج الغازات من الجسم. نعم، ولهذا الطفل يعني ما بس حتى الاطفال، حتى الكبار يعني بعد العمليه يكتبونه، بعد العمليه يعني من قله الحركه يصير يعني المريض عنده غازاتهم، فيكتبونه يعني عادي للكبار او للصغار يرتاحون علينا. هاي الفكره مالتهم. يعني دكتور الأطفال ممكن ينطينه الكوليك همينة. ايه ممكن، ايه قلنا هو نعم، ممكن عاش نعطينه كثير، عادي، ماكو اي مشكله وكلش امين هو. عاش كثير دكتور. اوكي، اذا ما عندكم سؤال حتى نتحول على الموضوع اللي بعده، اللي هو ايضا له علاقه بالاطفال، هو النابكن راش. واضحه الصوره يمكن؟ واضحة دكتور. اوكي، النابكن راش اشنو؟ سامعين بينه؟ ايش يقصد بينه؟ طفح الحفاض. صح، هو نتيجة الدايبر، التحسس اللي يصير عند الأطفال هم بهاي الأعمار الصغيرة نتيجة استخدام الحفاض. يعني أنتم هاي لا تشوفوها شغلات بسيطة، بس هي تعرفون إيش قد مزعجة لما الطفل بهالأعمار ويبكي وما ينام. فهي صح كشغلة بسيطة هي ما خطيرة، لكن يعني مزعجة للطفل وللأهل. فنحن إذا عرفنا العلاج مالته، وأكثر شيء يعني لأن الحالة بسيطة فيجون عليكم على الصيدلية، يعني هي ما حاجة ما تستوجب إنه مثلا يروحون على طبيب، فلازم تعرفون ايمتي الحالة اللي نعالجها وايمتي لا، يعني لازم بالفعل. طبعا هي كفكرة عامة الايمتي تصيغ، يعني نحن تصيغ سببها هو الكونتاكت مع اليورين اند فيسز، اكو اريتنت سبستانس، انه الطفل جلده، طبعا جلد الطفل حساس يكون ما مثل الاكبر بالعمر، فيصير تحسس من اليورين اند فيسز لان دائما كونتاكت يعني، والطفل ما مثل يعني من بعده من يكبر. ف يعني هذا السبب، ولهذا نحن اهم شيء النصائح، اول نصيحه انه نوجهها للمذر انه frequent change the diaper، يعني لازم الطفل تبدله بفترات متقاربه، ما تتركه فترات طويله، تقريبا كل ساعتين لازم تبدله. او اكو حالات مثلا خصوصا هذول النيونيت او لما الطفل يكون دياريا، لا هوني حتى فتره اقل، ممكن كل ساعه تبدله. مع هذا يعني مرات تجي المذر هي يعني ما كل الامهات هي مهملين او كنت تركت الطفل او ما عاد تنظفه، بس هو يعني يصير عند كل الاطفال، حتى الطفل اللي مثلا المذر مهتمه بينه خلال حياه الطفل ممكن ان يصير، خصوصا اذا صار الطفل دياريا، لان الدياريا تعرفون الستول يصير اسيدك فبالتالي يتحسس الجلد منه، او الحاله اللي حكيناها قبل شويه هذه الحساسيه من الحليب، همين وحده من علاماته تعمل نابي راش ويكون كلش قوي، يعني يجي الطفل كلش كنت اذى، فوحده منها، فالمظر من تحكي تقول انه عنده دياريا وعنده نابي راش، فاتوقع انه هاي السبب هي حساسيه الحليب، هاي وحده من الاشياء اللي يعني ما الكل ينتبه عليها. اوكي، فاذا الكونتريبيوتري فاكتورز قلنا هو عباره عن سببها الكونتاكت اوف يورين اند فيسز وذ ذا سكين. ايضا السبب الثاني اكو مذرز بالعكس، يعني وسواس ازيد من اللازم، مع كل تبديله للحفاضه الطفل تغسل له بصابون، طبعا هذا هم خطا، يعني خير الامور اوسطها، ماكو داعي انه كل مره استخدم صابون، لان الطفل ممكن حتى من هاي ممكن ان يتاذى، وطبعا نوع السوب اللي يستخدم بالاطفال لازم يكون صابون خاص مع الاطفال ما بينه مواد كيميائيه. فاذا السبب هو اما من نتيجه الكونتاكت مع اليورين اند فيسز، الإريتانت إفكت أوف سوبس أند ويتنس، هاي يعني بسبب الرطوبة، يعني هاي المنطقة دائما تكون رطبة عند الأطفال، أند ماسيريشن أوف سكين ديو تو إنفريكونت نابي تشينجز أند إنأديكويت سكين كير. إذا أسبابها هي نتيجة الكونتاكت مع اليورين أند فيسز وذ ذا سكين، أو نتيجة الإريتانت إفكت أوف سوب، يعني أكو طفل مرات يخلونه بهاي بالبانيو وفقاعات وصابون، وش هذا خطأ، أيضا الطفل ممكن يتحسس نتيجه انه الطفل يظل فتره طويله ويتنس رطوبه، يعني ما يبدلوا له، يعني اني فريكوينت نابي تشينجز، ما كل ساعتين مثلا، كل 3 ساعات كل 4 ساعات يلا يبدلوا له،
and inadequate skin care. هو طبعا ما يكفي فقط انه يبدلوا له، لازم المنطقه تغسل بالماء وتجفف، وممكن يستخدموا له ايمولنت فتشي يعني بارير حتى لا الطفل يتحسس. فبالتالي يجي الطفل كان صار عنده ماسريشن اوف سكين، يعني جلد كان بدا الشكل يعني يتاذى. احنا دورنا كصيادله بهذه الحاله، دورنا كتريتينج اند بريفنتينج ريكيرنس اوف ذا بروبلم. لما يجينا مثلا الاب او الام على الصيدليه راح نعطي نصائح كيف نعالج هذه الحاله، وايضا ننصحه انه كيف مستقبلا ما ترجع، يعني انه على طول الطفل يغسلوا له وينشفونه ويستخدمون هذه الايمولنت اللي راح نجي نحكيها بالتفصيل. فهي بس شكل مقدمه حتى تعرفون ايش هي اسبابها او ايش هي النابراش. واضحه؟ واضح دكتورة. تمام. زين، هسا نحن على الصيدلية راح تجيكم مثلا المذر أو أحد يسألكم المذر أو الفاذر، زين أنا أشون أعرف إنه هذا الراش هو سببه عادي النابي راش البسيط اللي أنا ممكن أعالجه؟ زين، ممكن يكون الراش هو غير سبب، ممكن يكون إكزيما مثلا، ممكن يكون ديرماتيتس، أشون أنا أعرف وإيمتي أعالج وإيمتي لا؟ أكو بعض الأسئلة أنا لازم أسأله رأساً من تجي تحكي لي، يعني اللي هي الهيستوري راح تأخذوها من المريض أو هوني من الأهل راح يكون أسأله إيش هي بعض الأسئلة من خلالها أنا أميز هل أنه هذا الطفح جلدي بسيط اللي هو نتيجة الحفاظ عادي، ولا هو أكو عنده الطفل غير مشكلة. أول سؤال أو أول نقطة مهمة هي الـ nature and location of rash. هذا الراش وين موجود بالضبط؟ أسأله بأي منطقة؟ هل أنه فقط منطقة الدايبر؟ ولا كل جسمه بينه راش؟ هاي نقطة كلش مهمة. نوع هذا طبيعته أشنو؟ هل عنده مثلا حبوب، بس حبوب حمراء، ولا بس إنه الجلد متحسس، أو يعني إشني طبيعة هذا الراش؟ هاي نقطة كلش مهمة. عادة النابي راش شلون يكون اللي هو البسيط واللي نحن نعالجه نسميه نابي ديرماتايتس، ظهر على شكل راش أوتوك إيريا، يعني هاي علامة مميزة إنه هو بس بالمنطقة مبيني اللي هي المنطقة الكونتاكت مع الدايبر، منطقة الحفاظ فقط، ويكون على شكل هالشكل يعني راش لون أحمر. Other areas of the body are not involved. هذه النقطة كلش مهمة، يعني بالامتحان إذا تجيكم كيس أقلكم مثلا طفلة عندها راش منطقة البوتوك وأيضا منطقة الباق والنيك ومثلا الأبدومين، بهاي الحالة تعالجون لو ما تعالجون؟ لا ريفير، رأسا ريفير، من ترشعون Other area affected رأسا ريفير، هوني ما نعالج. مثل أي حالة مثلا عندنا dermatitis where the scalp may also be affected، مثلا هاي الحالة حتى السكالب، أشنو السكالب؟ أشنو السكالب؟ فروة الرأس. إيه يصل حتى فروة الرأس، فهذا أكيد هذا ما نابي راش، نابي راش هو من اسمه بس بمنطقة الدايبر. إذا حتى نميزه عن حالة الإنفانتايل تيبوريك ديرماتيتس اللي هو حتى السكالب ماي بي افكتد. ايضا اكو عندنا حاله اخرى اللي هي الانفانتايل اكزيما، ايضا اذر بودي ارياز ار يوجوالي انفولد. فانت من البدايه صارت واضحه من ارشع اذر بودي اريا افكتد راسا، هاي معناها ما نافي ايراش وريفير الحاله. مع العلم انه الانيشال تريتمنت اوف نافي راش وود بي ذا سيم ان ايتش كيس، يعني هي نفس العلاج لكن نحن هاي الحالات ما نعالجها ريفير. اذا هذا السؤال الاول اللي انا اساله للأهل ومن خلاله أطيق أقدر الحالة اللي عندي هل هي سيفير ولا بسيطة ممكن أن أعالجها، اللي هو nature and location of rash. أنا الراش اللي أعالجه فقط منطقة البوتوك إريا، منطقة الدايبر، وتكون على شكل إريثروماتس راش. أي منطقة أخرى من الجسم not involved، مثلا يقل لي مثلا حالة السيبوريك ديرماتيتس، تقل لي مثلا بالسكالب، أو مثلا غير حالة ممكن تكون إنفانتال إكزيما، هاي كلها ما أعالجها. أعتقد واضحة لحد هوني. السؤال الثاني اللي أسأله بعد ما فقط المنطقة السيفيريتي، أسأل المذر يعني زين إيشون وصفي لي هذا الراش، هل هو يعني كلش قوي أو بسيط أو يعني إيشون؟ السيفيريتي كلش مهمة. In general, if the skin is unbroken and there are no signs of secondary bacterial infection, treatment may be considered. أنت ككوميونيتي فارماسيست الحالات البسيطة أوكي ممكن تعالجها، لما يعني صار تحسس بالجلد بس الجلد unbroken، ما يعني الجلد كان يعني تمزق وصارت علامات السكندري بكتيريال انفكشن، هوني اذا صارت علامات السكندري بكتيريال انفكشن هوني ما نعالج، ايضا هوني ريفير.
لان هون العلاج راح يكون انتي بايوتيك، وانت كصيدلاني ما تنطي انتي بايوتيك لهذه الاعمار بدون وصفه. اوكي، زين، ايش هي علامات البكتيريا الانفكشن؟ ايش راح يظهر على الطفل؟ اعرف انه هذا، لا هذا ما يعني راش بسيط، يصير عنده ويبينج اور يلو كراستينج، هالشكل مثل يعني الجلد مبين انه يتغير. طبعا ويبينج الطفل يصير معاه بكاء شديد، والجلد يعني هو ما بس هذيك اللي حكيناها قلنا مجرد اريثروماتس، يعني شغلات بسيطه، راش بسيط، هوني لا يعني هالشكل اصفر، يعني مبين واضح انه اكو فد شيء التهاب، ما بس راش بسيط. اذا هس من هسه اتفقنا انه لما يكون بكتيريال انفكشن ما نعالج. زين الفنجل انفكشن تتوقعون نعالج لو لا؟ اذا كان فنجل ممكن الصيدلي يوصف انتي فنجل بدون وصفه لو مثل الانتيبايتيك؟ يعني عادي جاوبوا صح غلط ماكو عادي مشكله، دكتور، ممكن عادي ممكن فنجل. نعم مثل انتباهك دكتور، بس الانتيبايتيك، وراح تجينا الستيرويد بعده. الستيرويد هم من ما تنعطي بدون وصفه، لكن هاي الشغلات البسيطه لا. اوكي، الانتي فنجل انت كصيدلي ممكن ان تنطينه وبدون وصفه. احيانا بعد الراش يصير سكندري فنجل انفكشن، ايضا هو كومن بالنابكن ديرماتايتس، يعني اذا ما تعالج الطفل يتطور الى الفنجل انفكشن. هذا ايش اميزه؟ بريزنس اوف ساتلايت بابيولز سمول ريد ليجن نير ذا بيريميتر اوف ذا افكتد اريا، ايضا نحن لازلنا ضمن هاي المنطقه الدايبر، تصير ليجن يعني واضحه، ما مجرد راشوني لا، مبينه شكل يعني مثل ايش نقول حبيبات حمر هالشكل صغيري، فهذه مبينه انه هي فنجل انفكشن بس فقط بهاي المنطقه، ما طلعنا على غير مكان. فهوني عادي احنا كصيادله ممكن ان نعالج، ممكن ان ننطي انتي فانجل. اذا السيفيريتي هي من النقاط المهمه اللي انا يعني اسال عنها الاهل. اذا كانت حاله بسيطه، الجلد ان بروكن، ما عندي اي علامات السكندري بكتيريا انفكشن، هوني انا اعالج. بس مجرد اشوف او اتوقع انه هو بكتيريا انفكشن، قلنا الطفل يعني ويبينج اور يلو كراستينج، هوني لا ما اعالج، ريفير. احيانا يصير بعد النابكن ديرماتاتس يصير فانجل انفكشن، وهاي اللي قلنا عباره عن ساتلايت بابيول سمول ريد ليجن، فهوني بهاي الحاله لا اوكي ممكن ان نعالج بالانتي فانجل. اذا هذا نفس الحكي اللي حكيناه، لو كان عندنا بكتيريال انفكشن هوني طبعا اكيد راح نعمل ريفير. ليش؟ لانه السيستميك انتي بايوتيك مايت بي نيدد، اما توبيكال علاجه هو توبيكال او سيستميك انتي بايوتيك، وعلى الحالتين نحن ما نصرفها كصيادله، فاذا نعمل ريفير. اما الفنجل انفكشن ممكن ان اعالجه كصيدلي، ممكن ان تعالجه باستخدام الازول توبيكال انتي فنجل بريبريشن ذات ار افيلبل، عندنا مستحضرات هاي اللي هي الازول كلوتريمازول او ميكونازول ممكن ان تنعطي عادي يعني للاطفال. بس عرفتم الفرق بين الانتي فنجل والانتي بكتيريال؟ ايما هو نعالج ايما هو نعمل ريفير؟ اي هو نعالج؟ نعالج الانتي فنجل. الفنجل انفكشن ممكن ننطي انتي فنجل، اما الانتي بكتيريال لا سيستميك ولا ما يستنطونه بدون وصفه. هذه كانت من ناحيه السيفيريتي. نقطه ايضا مهمه اسال عنها هي الديوريشن، ايش قد صار؟ فور هاو لونج؟ ايش قد صار له هذا الراش؟ لما احنا الفتره او المده الزمنيه لما يجينا الراش صار له اكثر من 2 ويكس، اكثر من اسبوعين، فهوني لازم نعمل ريفير. لان يعني طبعا الى اسبوعين ممكن نستخدم هاي الايمولنت اللي راح نجيها، اللي انا ممكن انطيها الزينكوكسايد او يعني هاي البسيطه اللي انا انطيها واللي المفروض انه تفيد. لو كان نابكن راش بسيط راسا الطفل يستجيب، لكن اذا هو اسبوعين وما استفاد هوني لا، معناها اكو عنده غير مشكله، فهوني نعمل ريفير. اذا المده لو كانت اطول من اسبوعين فهوني بهاي الحاله نعمل ريفير تو ذا دكتور. Depending on the nature and severity of the rash. يعني طبعا هم نحن اهم شيء عندنا هو ال nature and severity. يعني انا اذا جاني ما شرط انه اسبوعين، اذا من البدايه وهو عنده العلامات اللي قبل شويه حكيناها الكلاستر، هوني انتظر اسبوعين لو راسا ريفير؟ دكتور راسا ريفير. بالضبط راسا ريفير، اذا الحاله يعني يعني حاله حسب السيفيريتي والنيتشر اوف ذا راش، اذا الحاله انا عاد اشوفها يعني الجلد كنت مزق وهوني لا ريفير راسا. نفس الشيء اذا كانت الحاله بسيطه يعني وتكررت بعد اسبوعين هوني اوكي ممكن انا اعالج. اذا الديوريشن هي ايضا من الاشياء المهمه اللي اسال عنها. البريفيوس هيستوري، من تجي المذر مثلا اساله هل الطفل كان صار عنده قبل هذا الراش ولا لا؟ واذا كان صار ايش استخدمتم؟ ايش هو الاو تي سي دراك اللي استخدمه؟
إذا كان استخدم دواء معين اسأله يعني واستجاب علينا الطفل فاستخدم له نفسه، ماكو داعي أجرب له غير دواء جديد ممكن أن يتحسس علينا. يعني مثلا اللانولين هذا واحد من المستحضرات اللي تستخدم، بعض الأطفال ما يعني ما يستجيبون، بالعكس يصير عندهم تحسس منه، فأنا ماكو داعي أنا أسأله هل صار عنده قبل هذه المشكلة صارت قبل، وأشنو الأكشن اللي هو was taken، أشنو الـ OTC drug اللي أخذه الطفل. إذا هسه الأسئلة اللي نسأله، أول شيء نسأل عن النيتشر أند اللوكيشن مال الراش، نقطة مهمة إنه لو كانت بمنطقة الدايبر فقط هاي معناها نابكن راش اللي أنا أعالجه، أي منطقة other area of the body هوني ريفير، هاي وحدي. اثنين السيفيريتي، قلنا لو كانت حالة بسيطة أنا ممكن أعالجها، إذا أتوقع إنه هي بكتيريال إنفكشن لا ريفير، وإذا كانت فانجل إنفكشن ممكن أيضا أنا نعالج. من ناحية الديوريشن، إذا أقل من أسبوع يعني أزيد من أسبوعين وما استجاب هوني ريفير، أما الحالة إذا كانت من البداية هي سيفير فأنا أكيد ما حأنتظر الأسبوعين، رأسا ريفير. من ناحية البريفيس هيستوري أسأل هل إنه كان صار عنده قبل وأشنو التريتمنت اللي أخذه، إذا كان أخذ أسأله يعني ممكن أستخدم نفس العلاج اللي سابقا استفاد علينا. هذه الأسئلة من خلالها راح تكون تميزون هل أنه الحالة بسيطة أو تعملون ريفير وأشنو العلاج اللي تنطونه. لحد هوني واضحة؟ أكو أحد ما افتهم؟ شرحي واضح؟ واضح دكتورة. أوكي هسا نجي للمانجمنت، العلاج. علاج النابكين ديرماتيتس and the prevention of further episode can be achieved by combination of OTC treatment and advice. إذا نحن ما فقط ننطي علاج، نقطة كلش مهمة هوني الـ OTC treatment، وأيضا تقدم advice، يعني أنتم كـ pharmacist أنتم healthcare educator، يعني أنتم تقدمون نصائح للناس. أكو بعض الحالات يعني ما بس علاج، أيضا advice حول الـ care of the skin in the nappy area. يعني أنا ماكو فائدة أنه أنا بس أنطي علاج وإذا هو الطفل أصلا كل 5 ساعات عيبدلونه مرة، أو مثلا ما عيتنشف أو يتنظف أو بالصورة الصحيحة. إذا دورنا هوني ننطي OTC treatment بالإضافة إلى الأدفايس. أهم شيء بالعلاج المينستي أوف تريتمنت، أهم علاج هو الإيمولنت، الإيمولنت بريبوريشن. هذه الإيمولنت هي يعني إشلون راح تكون لي خلينا نقول بارير مثل الحاجز. نحن يعني بالبداية حكينا مشكلة أو ليش عتصير هذه النابكين راش، هي تحسس قلنا كونتاكت السكين مع اليورين والفيسز، فأنا راح أحط طبقة واقية تعزل جلد الطفل عن هذه الإيريتنت حتى أمنعه، يعني بالضبط نفس فكرة السانسكرين ما تمام بالواقع الشمس. نحن الفكرة أشنو؟ إنه الجلد راح نحط حاجز بين الجلد وبين الصن، فهون يهم نفس الشيء. لهذا الإيمولنت كلش مهمة. الإيمولنت اللي موجود عندنا اللي ممكن يعني كـ OTC drug ممكن أن توصف الزنك، زنك act as soothing agent، هو soothing agent كلش فعال وسيف أمين. الزنك أوكسيد موجود يمكن شايفينه، يعني هو الأوينتمنت أكو، وأيضا أكو قبل كان يجي معانا هم كاستر أويل، سوا زنك وكاستر أويل الاثنين يعني فعالين وأوكي وسيف ممكن أن يستخدم. أيضا عندنا اللانولين، لانولين إيمولنت أيضا هايدريت ذا سكين، مرطب للجلد، لكن مثل ما حكينا قبل شوية ممكن يعمل سينسيتيفيتي رياكشن، لكن حاليا يستخدمون هاي جريدز أوف بيوريفايد لانولين فقلت هذه المشكلة. إذا هذولي ممكن أن أستخدمهم كإيمولنت كأوتيسي دراك، الزنك واللانولين، وأيضا عندنا الكاستر أويل. الكاستر أويل أيضا ممكن أن يستخدم، فهو يشكل لنا water resistant layer on the skin، طبقة يعني مقاومة للماء، مثل مش مثل الطبقة حتى تعزل عن الماء عن الجلد. إذا أهم شيء نحن بالعلاج يعني من تجي كيس مثلاً وتعالجوه، العلاج راح يكون وحدي من هاي الثلاثة، الإيمولنت، الزنك أو الكاستر أويل أو اللانولين. بالنسبة للأنتي فانجلز قلنا قبل شوية أنه ممكن نعطيها، فلو كان secondary infection with candida هو كلش كمان يعني بالنابكين ديرماتيتس، فممكن بهاي الحالة ننطي الأزول أنتي فانجلز would be effective. المتوفر عندنا اللي ممكن أن نعطيها كOTC drug الميكونازول أو الكلوتريمازول، تنعطي مرتين باليوم would be recommended by the pharmacist. وما ننسى أهم شيء الأدفايس to consult the doctor if the rash has not improved within 5 days. يعني أشقد نستمر علينه سؤال، أعطينا الأنتي فانجل أشقد نستمر؟ نستمر 5 أيام، إذا بعد الـ5 أيام ما استفاد الطفل لا هوني ريفير،
هاي في حالة الفنجل انفكشن. لو الطفل استجاب، يعني حتى لو مثلا من اول يوم او ثاني يوم استجاب الطفل، هوني اقطع الانتي فنجل؟ لا. نقطة مهمة ايضا ان ننصح الاهل ان يستمرون على الانتي فنجل مدة 4 أو 5 أيام after the symptoms have apparently cleared، يعني حتى لو يعني الاعراض طابت والطفل تحسن، لا يعني لازم نكمل له الكورس الانتي فنجل حتى لا ترجع، 4 إلى 5 أيام. اما اذا ما تحسن 4 إلى 5 أيام وما تحسن الفنجل انفكشن، لا هوني ريفير. An emollient cream or ointment can still be applied over the antifungal product. Then أنا لما راح أنطي الانتيفانجل، هل أنطي معانه emollient؟ ممكن أنطي emollient cream أو ointment؟ أوكي ماكو مشكلة. ولو هي بها controversy، أكو يقولون يعني إذا عتستخدم الانتيفانجل ماكو داعي للemollient، بس ماكو مشكلة. حتى لو يعني بنستخدمهم اثنين عادي، نحط الانتيفانجل نرجع بعده نحط الemollient، مثلاً انتيفانجل فوقاته الزنك ماكو أي مشكلة. هاي بالنسبة لي الانتيفانجل. هسه واضحة هاي العلاجات؟ هذه كلها دكتورة. إيه هذيك الأدوية كلها الشيء المشترك بيناتها أنه هي كانت أشبيها، كلها كانت OTC drug، يعني أنت ممكن توصفها كصيدلي سواء الإيمولنت أو الأنتيفانجل. أما الهيدروكورتيزون هذا prescription only medicine، أبداً يعني ما يصير تصرف كصيدلاني، ما يحق لك تصرف أي ستيرويد أو هيدروكورتيزون بهاي الأعمار بالذات، يعني بعد 10 سنين ممكن، لكن هاي الأعمار الطفل النيونيت لا ما ممكن، فقط بوصفة طبية. مع العلم أنه هو الهيدروكورتيزون هو كلش دواء فعال، يعني الطفل من يجي هاي الحالات المتقدمة من الراش كلش يعني كنت أذى، الطبيبة يعني طبيب يكتب له هاي، تشوفوه يعملوه على شكل خلطات مرات، يعني تركيب واحدة من مكوناته الهيدروكورتيزون كريم أو أوينتمنت، لكن هو ما يصرف ك OTC drug. فقط قلنا للأطفال بهاي الأعمار لا ما ممكن. التوبيكال ستيرويد هي كلش إفكتيف بحالة النابكن ديرماتيتس and other preparation containing steroid أيضا كلتها ممكن، أن لكن كلها توصف من قبل الطبيب. إذا دور الصيدلي هوني أشنو؟ فقط أنت تصرف ويعني تنصح الأهل على ال correct method of use، الاستخدام الصحيح للستيرويد، أنه ما يستخدمون كمية كثيرة، كمية قليلة بس ممكن تكون كافية، ما يستمرون علينا فترات طويلة يعني لحد ما الطفل يتحسن ويتركونه، يعني هاي دورنا كأدفايس. إذا نحن الهيدروكورتيزون هذه prescription only medicine، ما ممكن ننطيه كOTC drug، مع العلم هو كلش فعال كعلاج وكلش قوي، فلكن دور الصيدلي هو فقط على مثل ما قلنا بس يعني ننطيه نصائح حول الاستخدام الصحيح. هسه هاي كانت الأدوية، نحن قلنا ما فقط ننطي أدوية وإنما نقطة مهمة للأدفايس اللي نقدمها للأهل practical points. أول شيء وأهم شيء النابيز should be changed as frequently as necessary، يعني أنا ما استفاد إذا بحط له للطفل العلاج وأرجع بعد 5 ساعات يلا ده بدله، فما استفادنا ما عملنا شيء. لازم أهم شيء النابيز should be changed as frequently as necessary، هي تقريبا كل ساعتين المفروض تتبدل، لكن في حالة ال حديثي الولادة أو الأطفال اللي مثلاً عندهم دياريا هوني لا، يعني ممكن كل ساعة يتبدل الطفل. Nappies should be left off wherever possible so that air is able to circulate around the skin، يعني الطفل قدر الإمكان، يعني هي سبب الرطوبة يعني بهاي المنطقة دائماً رطبة ولهذا عايز يغرق. ننصح الأم أيضاً أنه من تبدل له ممكن أن تخلينه فترة شوية على الهواء، تخلي شيء جواته وتخلينه تتركه على الهواء، لأن هذا الهواء راح يساعد على هذا الجلد انه become and remain dry، كلش راح يجفف المنطقه ويساعد على تحسن الطفل. ايضا at each nappy change the skin should be cleansed thoroughly by washing with warm water or using lotion or whips. نحن الطريقه الصحيحه انه مع كل تبديل ما بس تبدل له وانما لازم تغسل له بالماء الدافئ باستخدام ممكن تستخدم لوشن او مناديل، لكن نقطة كلش مهمة إنه هاي المناديل مبللة، يعني مجرد مرطبة بالماء بس هاي الكلينس مرطب هسه كثير يستخدمونه، هذا خطأ طبعاً لأن بينه كلش كحول، بينه مواد كيميائية، فهو واحدة من الأسباب اللي يعني تعمل راش عند الطفل. كثير أمهات يعني أكو يستسهلون بدل ما يغسلون الطفل يمسحوله بهذا الكلينس مرطب، لكن هو خطأ، يعني هو واحدة من الأشياء اللي تعمل تحسس عند الطفل. The skin should then be carefully and thoroughly dried. إذن الطريقة الصحيحة أنه دائماً نبدل الطفل
ويتغسل بماء دافي ويتنشف أهم شيء، وبعدين ممكن أستخدم له مثلاً إيمولنت أو غير شيء. الثاني أكو هذا الباودر مال الأطفال، هل هو مفيد ولا لا؟ أوكي هو يفيد، لكن إيش بينه مشكلة التالك؟ هو أهم شيء نقطة مهمة، إذا نستخدم التالك لازم يكون على دراي سكين، لازم يكون جلد يعني جاف. إذا الجلد رطب أو المنطقة رطبة أو كنت تركنا الطفل فترة طويلة، هذا الباودر مع الرطوبة راح يصير بينه كلامبينج أوف باودر، يتجمع ويتكتل، وبالتالي أزيد راح يعمل لنا إيريتيشن، يعني راح يزيد التحسس عند الطفل، يعني يضر بدل ما ينفع. فالطفل اللي كان صار عنده راش يعني الأفضل أنه نترك له هذا التالك. وأيضا ننتبه أنه من نحطه يعني ما نحط مباشرة على الطفل، نحط على إيدنا وبعدين على الطفل، ننتبه أنه ما يجي على وجه الطفل أو عيونه. أيضا أكو أطفال عندهم تحسس يعني جهاز تنفس، يعني عندهم ضيق نفس، فهوني أيضا ما أستخدم التالك، لا تالك لا عطور ولا أي شيء، هاي كلها عندهم تحسس منه. واضحة لي هوني؟ ضل عندنا آخر فقرة. دائما هاي قلناها انه التالك لازم على الدراي سكين. ايضا ممكن استخدم ايمولنت كريم اور اوينتمنت تو ذا كلين دراي سكين، ايضا هي كلش تفيدنا يعني ضد هذه الايريتنت سبستانس. اذا اهم شيء كنقاط ادفايس انتم تقدموها للمريض لاهل المريض، يعني بالاضافه الى الادويه اللي حكيناها، اول شيء انه النابي تشينجز فريكوينتلي، دائما يبدلون الطفل، يغسلون له بماء دافئ، ينشفون المنطقة، يستخدمون الإيمولنت اللي هي مثلاً الزنك أو اللانولين أو الكاستر أويل، هاي كلتها. وأيضاً أنه ما يستخدمون يعني أي شيء ممكن، هاي المناديل المبللة أو شيء، أي شيء ممكن أن يعمل تحسس عند الطفل. واضحة لحد هوني؟ أكو سؤال؟ أكو شيء ما مفهوم؟ والله دكتورة مستوى ما حد عنده سؤال؟ زين إذا ما عندكم سؤال راح أسأل. زين إحنا دكتورة. إيه أوكي قولي. دكتورة إيش نميز إذا كان هو الراش نتيجة مثلاً دياريا، أو إنه مثلاً الطفل مثلاً كان طال فترة مثلاً ما يبدلوا له أو فتشي، لو كان إنه أنتي فنجل. أنتي بالحالتين قلتي إنه هي تطلع حبيبات حمى. لا تكون بابيولز. إحنا حكينا قلنا أكو فرق بين اللي هي فنجل إنفكتشن، قلنا ساتلايت بابيول تكون هالشكل يعني مجسمة كبيرة بالحباي، بينما الراش لا، فيفرق من الشكل مالته. إذا تتذكرين حكيناها هاي ساتلايت بابيولز تكون small red region near the affected area، بينما الراش لا كلته الجلد يعني ما على شكل حبيبات، كلته الجلد يصير هالشكل بينه حمرار وتحسس، فهي تبين يعني إيه. وإحنا الحالتين إحنا نعالج، أوكي إحنا الحالتين ممكن أن نعالجه سواء فنجل ولا عادي بس سؤال آخر شيء أنا راح أسألكم، السايد إفكت بالدواء أي ما هو تتوقعون أزيد يكون يعني لنفس الدرك، من إيش هني نعطي بارنترال ولا توبيكال ولا سيستميك، أي هو الأكثر؟ توبيكال أكثر شيء. توبيكال خلينا نحكي عن الستيل. البارنترال هو عادة لأي دواء، البارنترال أكيد يعني راح ينطينا أدفيرس إفكت أكثر، التوبيكال المفروض يكون خارجي صح. زين ليش الستيرويد هو توبيكال؟ ليش يعني ما ممكن الهيدروكورتيزون، بالذات الهيدروكورتيزون هو مايلد يعني ما مثل مثلا البيتنوسام او شيء، فليش ما نعطي الستيرويد؟ هل هي خطيره يعني لهالدرجه؟ توبيكال ستيرويد ممكن تعمل لي مشكله عند الطفل، يعني من مجرد انه المضرعه تستخدم فتره طويله وتستخدم كميه كبيره من الستيرويد، اكو مشكله عند الطفل؟ شوفوا هاي الصورة، هذا إيش؟ تسوي له كوشينغ سيندروم. كوشينغ سيندروم فعلاً، فإذا لهذا لا تستهينون بأي شيء، يعني تصورون إنه هو شيء بسيط أنت من عاد توصفه ما عاد تعرف، يجوز هذه المضر يعني قامت تستخدمه بكثرة ولفترة طويلة، هذا الطفل إيش ما بينه، هذا السمن مالته ما هو شيء طبيعي، وإنما هذا ديسيز، هذا الكوشينغ سيندروم. سببه هو نتيجة الاستخدام overuse of topical steroid، فيعني شيء كلش بسيط ممكن يؤدي للطفل بهذه النتيجة. طبعا هو الكوشينغ سيندروم ما بس سببه يعني اكو بينه عدة اسباب، اكو مرات هو يعني ايش نقول داخلي، ممكن واحدة من اسبابه الخارجية لاستخدام الستيرويد، فاذا هو ما بهالبساطة الموضوع، لهذا قلنا انه نحن يعني اي شيء بدون وصفة
احاول انه ما يعني اوصفه. وكان صارت كثير حالات يعني بمستشفى الاطفال هون عندنا، مره جت طفله كوشينج سيندروم بس السبب من وغى استخدام هذه الستيرويد التوبيكال ستيرويد. طبعا لان الطفل هون هالعمر اولا الجلد يكون ثين فالامتصاص اعلى، الكون المنطقه ويت دائما هون الامتصاص راح يكون اعلى ايضا، ولهذا يعني الحرامات يعني نتائج من وغى شيء بسيط. زين هذه اريد هوم ورك يعني تجيبوها، ان شنو علاقه الكوشينج سيندروم مع التوبيكال ستيرويد. اوكي بشكل يعني كم سطر ما وعلى راحتكم يعني امتى ما تجيبوها تجيبوها على الكليه كتابي، يعني علاقه الـ يعني هل انه الهيدروكورتيزون او التوبيكال ستيرويد تسبب الكوشينج سيندروم. اوكي واضح الهوم ورك؟ اكو احد ما عرفه؟ ان شاء الله دكتوره واضح ان شاء الله. اشعدكم اي سؤال اي استفسار شيء بعد ما واضح؟ نعم ما واضح الصوت. أحد سمع السؤال؟ أنا ما سمعت من والله. ما سمعت والله السؤال. اي دكتور الصوت ياما مو واضح. على كل سؤالك اشنو يعني اذا قصدت على الامور ما اعرف ايش السؤال، سؤال عن المحاضره لو اسمه كيف تعالجها؟ اتوقع انه جيت على الحضور. عن الحضور اوكي ما مشكله، لسه احنا الدرجه اهم شيء على الهوم ورك. انا حسيب اذا تسمعني في سؤال على الشات. اوكي تسجيل المحاضره اي اوكي اكيد يعني سجلت الميت وان شاء الله انزل لكم. هي اسفه يعني بس والله الصوت ما وصل يمي يعني. دكتوره بس دكتور الهوم ورك كيف طلبته؟ على راحتكم وايد يعني خلال هالاسبوع حتى لو الاسبوع لا فهم ما مشكله عشتي كده الجمعه ونودي المرحله وتجيبونه. يعني انا ما اريد يعني اعرف عندكم غير محاضرات او شيء، بس انا الهدف انه شويه وحده من المعلومه هو يتبوع عنا يتعلم يعني تظل بباله وثيقه على الدواء على مصادر مضبوطه نجيب منها. ما شيء بسيط كم سطر انا ما اريد يعني اثر عليكم، كم سطر بس تجمعوها يم مثل مرحله وتجيبوا لي على الكليه يعني هالاسبوع الاسبوع الاخر ماكو مشكله على راحتكم ان شاء الله. يلا إذا ما عندكم أي سؤال أو شيء اللي ما عنده شيء يقدر يغادر. إن شاء الله تكون المحاضرة واضحة، إن شاء الله استفدتم يعني. دكتورة؟ نعم دكتورة عادي تظهرين سلايدات يعني بها حالات فنجا وبكتيريا أو تحسس عادي حتى تطيق مميز؟ يعني إذا جونا على الصيدلية دكتورة مو ما يعرفون أصلا يعني ما يعرفون شنو تطيق مميز يعني. شوف ذنون هاي ما شغلتك أنت التشخيص، يعني هاي شغل طبيب جلدية، انت ما مطالب انه تفرق فنجل انفكشن عن بكتيريا لان هاي ما سهله، هي كلش حاله. بس انت كتقدير هالشكل الاولي يعني الحاله بسيطه، يعني من تشوف الطفل او حسب وصف الاهل حاله بسيطه ممكن تعالجها، بس مجرد عاد شك انه الحاله صعبه لا راسا ريفير. بس ما لانه تميز مثلا بكتيريا عن فنجل لا، هاي يعني حتى الطبيب العادي مختص جلديه كان يعني غشع كثير حالات ويلا دي يقدر يميز.
فأنا من أجيب كيس مثلاً بالامتحان أجيب كيس كلش واضحة، يعني واضح أنه هل أنه ريفير ولا ما حجيب الكم شيء يعني أشككم بينه. يعني هاي اللي حكيناها مثلاً أنه duration عبغت الأسبوعين أو أقل كم other body other area of the body affected أو مثلاً يعني أشياء كلش واضحة. فما يعني أنتم ما مطالبين بتشخيص. اللي أنا عادي كان أنزل لكم بعض صور بس يعني وقت المختبر يا دوب حتى عبغنا هسه الوقت. تمام دكتورة مشكور. تمام أدلل. ما أعرف أكو سؤال الأخ عندنا محاضرة فاطمة محاضرة يعني إذا نظري المختبر ما بينه نظري بس عملي. راح تاخذون غير موضوع أتوقع الكونستيبيشن إن شاء الله مختبر لا تفاجئ الكونستيبيشن. بس الجروب الثاني اوكي. بعد اكو سؤال شيء؟ اذا ما عندكم سؤال حتى ننهي الميت لان خلص الوقت. بس شويه اريد مختبر الاخر اريدكم شويه انشط، اريد يعني معاي شكل يعجبني انا المناقشه يعني المحاضره تكون تفاعليه سؤال وجواب. يلا اذا ما عندكم شيء حتى ننهي الميت. شكرا جزيلا. Thank you.